الو، السلام عليكم. ازيك يا عزة، عاملة ايه؟ الحمد لله. اتفضلي دكتور باهر معاكي. لو سمعت عايزة اسأل بس الدكتور، الايام دي شعري بينزل بطريقة يعني غير عادية، خريف. طريقة وحشة قوي قوي، يعني لو سرحت في اليوم كم مرة برضو بينزل بنفس الطريقة. في حملة او احنا في الخريف يا عزة، عندك في حمل او رضاعة؟ لا مفيش حمل، بس اخر مرة عملت الانيميا كانت 9. يبقى لازم نتعالج من الانيميا دي، هي دي السبب الرئيسي في الموضوع. فلازم تاخدي حاجه للانيميا، فيرو جلوبين بقى او اي زيت جلوبين او فيرو 6، اي كبسول للانيميا بتاخد مرتين في اليوم بعد الغداء وبعد العشاء. وتاخدي برشام بيوتين زي بيوتين فورت او اسبوبيون مرتين في اليوم، وتستعملي سبراي زي ايبا اكتا او ممكن توب هير اسبري تدليك لفروه الراس مرتين في اليوم، اي شامبو في الصيدليه زي ريجو او الوكيتا مرتين اسبوعيا، مع استعمال التركيبه اللي دايما بنقولها، زيت السمسم مع زيت بذور الجزر مع زيت اللوز الحلو مع زيت الزيتون، خليط مع بعضه وتعملي بيه حمام زيت مرتين في الاسبوع. ده كده تركيبه كامله وان شاء الله هتلاقي شعرك تمام. بس اصبري، لان كورسات الشعر اقل حاجه من 3 شهور ل6 شهور.